أكثر خمسة أشياء يصرف عليها السعوديين فلوس بس أونلاين. أونلاين. في رمضان بعد. شوف أول شيء الأكل. 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 هاي رقم واحد. لا أنا ببدأ من خمسة. أنت خمسة واحد. حلو من الخامس تبي. من الخامس يلا عطني. في رمضان أجواء إيمانية استشعارية. أتوقع التمور خصوصا. أونلاين تمور 700 نخلة عندهم في البيت كل واحد فيهم. عدل. أونلاين تمور. يلا كمل. اسمع ارجعلي ارجعلي يلا انا قهرتني الثقه تمور لفت المصباح يلا زين توقع لي مره ثانيه توقع لي جيب الماي والله نشف ايدي والله العظيم اوكي من خمسه اكثر اشياء يشترونها اونلاين شوف انا اتوقع يمكن الثياب استعدادا للعيد خطا وزين اساعدك شوي ساعدني شوي يطير في الهواء يطير في الهواء انت صعدت لي اياها زود يا اخوي بس يطير في الهواء بس يطير في الهواء اساعده بعد أيوة. اساعده مهدي ها زين طلع ريحه حلوه او اير فريشنر والله شو يعني يا اخي تخيل شو اسم الجا دايسون يطير جي كيف يعني قلت لي يطير في الهواء وريحه حلوه يا اخي زين كفك فكر شوي اكثر والله عارف تساعدني لا تسحب الامور بعد شو اقول لك ما اقول اسمه بخور ما أيوة. عود وبخور حلو زين زين نروح للرابعه زين رابع اكثر شيء يصرفون عليه السعوديين بقرب لك بقرب اي والله شوي شويه تحسن من نفس المجال مجال البخور والعود هي قريب جدا اتوقع العطور لا الفحم لا من نفس المجال قريب يعني منه اوكي انت يوم تتخيل رمضان كيف تتخيل رمضان الله هدوء هدوء تعبد بخور شو اللي يساعدك فوانيس لا يعني ليتات لا 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 ارجع لي خطوه ارجع لي يتعاونون هو الفوانيس بعض الاحيان بلب بلب مو بلب لا مو بلب سنديب جرب ترى انا اتوقع والله احنا بنشوف الحلقه بروحنا في البيت والله لا لا والله فكر والله قمت اخاف البترول لا شوف ايوه ساعدني عدني 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 والله عدني الولاعه هذا الميح والله هابي بيز بعد شنو شكرا على الفكره ما يدخن هذا بس عشان زين المرتبه الثالثه والله صعبه هال والله بسيطه والله بسيطه انت المرتبه الثالثه انت ذكرتها مسبقا اذا خلنا انا اتوقع الشعب السعودي ما شاء الله عليه ذويق في الاكل فاتوقع شيء ثالث في الاكل عدل انا بمثل ان ما حد غششك لا والله ما حغششني والله زين المرتبة الثانية شوف إذا قلنا أول شيء أو إذا قلنا خلنا نسينا إذا قلنا على الأكل فأتوقع مستلزمات البيت أو الثياب حق العيال شو بعد رمضان؟ بعد رمضان؟ هي. بس عندك ثياب العيد؟ ده صبر خلني أساعدك عدل ايه؟ زين شو بعد رمضان؟ العيد حلو كان محتاج تفكير زين حق العيد شو يبون غير الملابس؟ شنو يبون غير ملابس؟ الحريم البنات بس الجواتي تكرم حلو حلو لا يبون جواتي يبون لا تضحك لا تضحك انا متماسك لا تضحك غير جواتي شو يبون؟ شنو يحتاجون الحريم في العيد في السعودية؟ لا في ايه في السعودية انا بس ما عندك الا انا هالبس هي اللي ترفع ضغطي البس هاي الاكسسوارات والذهب لا قريب مو قريب بعيد بعيد بس بعد كمل كمل خطوات. زينة زينة العيد زينة هي زينة زينة أيوة لا مو لا تعممها حطني المنتج حطني المنتج ذبحتني ساعدنا فيها أنا قلت لك أحنا في الطريق زينة على الوجه الجوز والروج صح أهنيك أهنيك صح. والله أهنيك زي ما خلع إيدي بس أهنيك أهنيك بس ما تبع الأولى عندك التلفون أنت لا تشوف لا تشوف يعني لا تشوف إذا صدق الحين الشيء تبي الشيء المرتبة الأولى وأنت قلتها يعني كذا مرة استمرار اي قلت لي المرتبة الأولى اللي يشترونها أنت تبي اللي في رمضان؟ نرجع حق الجوتي والله ليتنا ما رجعنا أرجع شيء أكثر أرجع شوي أكثر أرجع شيء أكثر بس ما عندك إلا الثياب يا أخوي وحش والله وحش صح عورتك واضح تمشي عادي اي والله عورتني بس غريبة يا أخي هل عدد السكاني كامل في السعودية هذه الخمس أشياء اللي يشترونها؟ أونلاين أوكي مو في رمضان